السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. ومزاد جديد، هذه المرة لاند كروزر تويوتا بيك اب FJ45، شيء جميل. هذه من السيارات الجميلة جدا كبيك اب، وسيارة راح نشرح لكم جميع المواصفات الملاحظات، ايش الشغل اللي عليها. وسيارة سبق يعني كانت في مزاد صفقة وما زالت جميلة ما شاء الله تبارك الله. الآن تنزل مزاد صفقة كذلك، موديل 83، ممشى صحيح، ماشي 173 ألف كيلو. طبعا السيارة حكومية، فراح نشرح لكم السيارة بالكامل. اللي نعرفه متأكدين منه القطع غيار أصلي، عندكم الاسطبات الخلفية، طبعا نقول أصلي أصلي يعني درجة أولى، عندكم الصدام، الاسطبات الأمامية، عندكم الهيدلاينر، السقف الداخلي، في قطع داخل يعني كامل السيارة، كل القطع اللي فيها أصلي ما شاء الله تبارك الله. راح تنزل مزاد لمدة 4 أيام في مزاد صفقة. الرجاء مشاهدة الفيديو بالكامل في حال رغبت بالمزايدة. من ناحية البودي ما شاء الله تبارك الله لا يوجد معجون، وسيارة يعني وكالة، تقدر تقول وكالة. اللهم عندكم الحوض اللي نعرفه مرشوش فقط، رش بسيط بس يعني للحفاظ على الحوض. في بعض الملاحظات الأشياء البسيطة هنا نوريكم الداخلية، صاحبه غير له صوف، ما صوف زيادة. هذه داخلية السيارة ما شاء الله تبارك الله لا يوجد مشاكل. هذا الممشى 173 ألف كيلو و 199. ما شاء الله تبارك الله لا يوجد مشاكل. هنا على الطبلون كذلك زي ما انتم شايفين السقف لا يوجد مشاكل. هذه بعض الملاحظات في البودي ما شاء الله. شوف تكفيلة الباب، طقم كفرات جديد، راح نوريكم الماكينة الآن. موتر جاهز للاستخدام ولا يوجد أي مشاكل ما شاء الله تبارك الله. هذه داخلية السيارة من هنا، هذه مغيرة أصلي البابين اللي هو ربل الباب، جميع العلامات موجودة، مغيرة أصلي، صدام أصلي كذلك، وإضافة صاحب الحال إضافة للكشافات. الماكينة كبوت أو ما يسمى البونيت، تو اف ماكينة. طيب الآن نشغل السيارة وراح نسوق السيارة كذلك. الأجواء هذه يا سلام، هذا وقت ما شاء الله تبارك الله.
هذا نظيف قطع غيار اصلي. خلينا نوريهم الداخليه. هذه داخلية السيارة، وهذا الممشى 173 ألف كيلو 199. أريكم في أوراق له هنا موجودة لما كان موتر حكومي. سيارة جميلة ما شاء الله ولا يوجد أي مشاكل، زي ما انتم شايفين. اي سؤال اي استفسار حياكم الله. كذلك جميع الانوار والهازر والفلاشات شغال فيه، موتر جاهز للاستخدام، يعني شغل وامش. 283 طاره هواء ماشي 173 الف كيلو. لاند كروزر بيك اب تويوتا في مزاد صفقه لمده 4 ايام، ونشوفكم على خير. السلام عليكم.